حدثونا عن المدة المحددة للعزاء، وهل هناك من حديث يحددها بثلاثة أيام فقط؟ جزاكم الله خيرا. المدة المحددة للعزاء كما ذكر الفقهاء ثلاثة أيام، وذلك لأنهم بعد الثلاثة ينسون، فإذا جاء وعزاهم يذكرهم بميتهم. فالذي يعرف من هذا أنه تعليل فقط وليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب التعليل أنهم بعد الثلاثة ينسون ميتهم ويسلون، فإذا جاء وعزاهم جدد لهم الحزن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.